السلام عليكم. الجزء الثاني من الدرس القوة والحركة المستقيمة. وصلنا إلى فكرة تراكب القوة. التعريف: ينص مبدأ تراكب القوة على أن إذا عملت عدة قوى على جسم فإن القوة الناتجة، أو نسميها القوة المحصلة، فتساوي مجموع القوى. فإذا خلينا نشوف هون، ولكن انتبهوا إنه المجموع هو فيكتور. اوكي، انا هون في عندي مجموع متجهات. خلينا نشوف حالة الاتزان. عندما يكون الجسم ساكنا، عندما يكون الجسم متحركا بسرعة منتظمة وفي طيب. فاذا اول مرحلة خلينا نشوف الجسم الساكن. باي حالة بيكون الجسم ساكن؟ اذا انا في عندي فرضا جسم تؤثر عليه قوتين، هذا محطوط على طاولة مستقيمة أفقيا، فعندنا قوتين مؤثرتين، فعندي قوة الثقل مع هيك، وعندي قوة نسميها العمودية للأعلى، اللي هي بتكون عمودية على سطح على سطح. فإذا جينا قلنا إنه القوى العمودية هي مثلا 30 نيوتن كمان، وقوة الثقل 30 نيوتن. هون بهيدي الحالة ايش راح يكون في عنا؟ راح يكون في عنا اتزان للجسم. ليش؟ لانه اذا جينا شفنا انه في عنا قوتين متعاكستين على نفس المسار او الخط الحامل، ولكنهم باتجاه مختلفين. هون انا كيف بشتغلهم؟ هون انا بقول انه الاف بنسمي القوة المحصلة resultant أو resultant. شو بتساوي؟ إذا كانوا باتجاهين مختلفين بنقص، يعني بنقول F1 ناقص F2. تمام؟ إذا لما يكونوا باتجاهين مختلفين بنقص، بيطلع عندي هون 30 ناقص 30، فبتطلع القوة المحصلة صفر، معناتها ما رح يتحرك ورح يبقى الجسم ساكن. خليني بس أعرض لكم خلينا نشوف بهيدي الحالة. إذا أنا في عندي قوة مؤثرة، هيدي القوة قيمتها 150 نيوتن، وجبنا قوة تانية مؤثرة كمان قوتها 150 نيوتن، وإذا صار في عملية شد شو بنلاحظ؟ إنه الجسم رح يبقى شو؟ ساكن. أما في حال اختلفت مقادير القوة، هون في عندي 150، لليمين في عندي 200، فرح تتحرك باتجاه القوة الأكبر إلى اليمين. تمام؟ هون لاحظوا صار عندي لليسار 250، إلى اليمين 200، فإذا بهذه الحالة راح تتحرك إلى اليسار حسب القوة الأعلى. والريزلتانت شو بيطلع؟ 50. إذا بنلاحظ هون مجموع القوة قد عندي؟ 50. تمام؟ لاحظوا لي بهذه الحالة، إذا أنا عندي، إذا هون عندي 150 بشد إلى اليسار والشد إلى اليمين 200، محصلة القوة شو راح تكون؟ جمع أو طرح؟ راح تكون طرح. ليش؟ لأنه باتجاهين مختلفين. إذا طرحنا 200 ناقص 50 راح تطلع 50، ولكن إلى اليمين. فإذا لاحظوا هون مجموع القوة قد إيه راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 50. خلينا ناخذ مثل آخر. إذا أنا هون في عندي 200 و200، قوة شد إلى اليسار 200 وإلى اليمين 200، فإذا قديش رح تكون مجموع القوى؟ مجموع القوى صفر، رح يبقى الجسم بحالة اتزان. بهيدي الحالة عندي 300 و200، فإذا رح يكون الشد إلى اليمين هيك، ومجموع أو محصلة القوى هي 100 نيوتن. بعطيكم آخر حالة، مثلا عندي 350 إلى اليسار و 300 الى اليمين، محصلة القوى كيف راح تكون؟ نطرحهم راح تكون 50 الى اليسار. طيب اذا كانوا باتجاه واحد، لاحظوا معي هون، اذا كان هون 150 وبعدين اضفنا عليها 50، قدي صاروا 200. فاذا هون جمعناهم مع بعضهم، ما بنطرح لانه نفس الاتجاه، ملاحظين بهذا الشكل.
تمام. فإذا قانون نيوتن الأول، القصور الذاتي، يبقى الجسم على حالته من حيث الحركة والسكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. طيب خلينا نشوف، مثلا أنا بقدر كمان أعرض لكم هون، إذا بالنسبة للحركة راح نشيل الفريكشن أو الاحتكاك. هذا الصندوق هو في حالة شو؟ سكون. راح يبقى هذا الصندوق في حالة سكون كل الوقت، ليش؟ لأنه ما عم بتأثر عليه قوة خارجية، مجموع القوى المؤثرة صفر. أما في حال جينا أعطينا قوة دفع للصندوق وتركناه، شو بنلاحظ؟ رح نشوف السرعة. شو بنلاحظ؟ بنلاحظ إنه حركته رح يضلوا بحالة حركة، ما رح يبطئ سرعته وما رح يوقف حركته، رح يضلوا بحركة. فإذا إذا بنلاحظ هون، يبقى الجسم على حالته من الحركة أو من السكون بالحركة المنتظمة المستقيمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. فإذا لحد هون بنلاحظ إنه بعد الصندوق ماشي لأنه ما في قوة خارجية. أنا بقدر أحط قوة خارجية مثلا، هلأ ممكن زيد الاحتكاك، بنلاحظ السرعة كيف بلشت تقل، وبنلاحظ إنه صار في عندي قوة خارجية هون باللون الأحمر عم تدفع الصندوق إلى اليسار لحد ما يوقف. هلأ لاحظوا، بس يوقف الصندوق تختفي قوة الاحتكاك، لأنه إذا ما في حركة ما في عندي احتكاك. تمام. طيب مرة تاني، إذا نحن بدنا ندفع الصندوق دفعناه بقوة أكبر، هلأ بدنا نحاول إنه نحط قوة خارجية ولكن بهذا الاتجاه. فإذا كمان بنلاحظ إنه راح يوقف هذا الصندوق. تمام. فإذا بنرجع، يبقى الجسم على حالته أو بيكون بحالة ساكنة إذا ما صار في قوة خارجية عم بتحركه بضله ساكن، وإذا ما صار في قوة خارجية لتوقفه رح يضل عم يتحرك بالخط المستقيم. بعدين عندي ناتج مجموع قوى لهما نفس المسار شفناها. إذا نفس المسار مثل ما ملاحظين هون بجمع القوتين، إذا مسار مختلفين، إذا ملاحظين هون الأف ريزلتنت بتساوي أف واحد ناقص أف اتنين، فإذا بننقصهم من بعضهم، واتجاه المحصلة بتكون باتجاه القوة الأكبر. إذا عندهم نفس المقدار وجينا طرحناهم من بعضهم، هاي إذا كان عندهم اتجاه مختلف بنطرحهم، بيطلع مجموعهم صفر. طيب نحن حكينا بالفقرة الماضية عن إذا كانوا القوتين موجودين على نفس المسار، على نفس الخط الحامل. طيب إذا كانوا القوتين مش موجودين على نفس الخط الحامل والزاوية بيناتهم مش صفر، كيف نحن ممكن نشتغل هذا الموضوع؟ هون أعطاني هو مثل مثل عم بحط لي فيه إنه في عندي قوة بتشد بهذا الاتجاه، وعندي كمان قوة بتشد بهذا الاتجاه، مجموع القوى كيف راح يكون؟ فرجيني عليها بالصورة التالية. فإذا شو طلعت القوة المحصلة؟ طلعت قوة شو؟ بيناتهم بالنص، واضح؟ فإذا إذا بدنا نجي نحن نحسب القوة بهذا الشكل لما يكون في زاوية، عندي هيدي القوة رقم واحد، عندي هيدي القوة رقم اثنين، وبنلاحظ إنه في زاوية بيناتهم، يعني مش على نفس الخط الحامل، فإذا هيدي القوة الأولى، تمام؟ وهيدي القوة الثانية. إذا أنا بدي أجي أرسمهم، ليك شو بيعمل هون؟ بيكمل رسم متوازي الأضلاع. نكمل رسم متوازي الأضلاع، ثم من نقطة ابتداء القوة لآخر نقطة موجودة هون بنرسم الدياجونال القطر، وبتطلع معي الريزلتنت، بتطلع معي القوة المحصلة. فإذا بهذا الاتجاه. فإذا عندما لا تكون الزاويتين على نفس المسار، يعني بيكون بيناتهم زاوية، فتكون يتم حساب محصلة القوى وفق قاعدة متوازي الأضلاع. أما في حال القوتين متعامدتين، يعني الزاوية بيناتهم 90 درجة، أنا ممكن استعمل هذه القاعدة اللي هي حسب فيثاغورس. نحن شو بنقول؟ إذا أنا هون في عندي مثلث، إذا هون في عندي F1 تمام، وهيدي F2،
فإذا حسب فيثاغورس هيدي F1 هيدي F2. فإذا إذا أنا بدي أطلع الدياجونال اللي بالوجه بقول، فإذا بقول إن الدياجونال اللي هو الآر سكوير آر أو كاري آر للقوة 2 بيساوي F1 للقوة 2 زائد F2 للقوة 2. وإذا بدي أطلع الآر لحالها بدي أحط الجذر التربيعي راسين كاري أو راديكال، وحتى أتخلص من ال من ال القوة 2 موجودة هون. فإذا راسين كاري ل F1 قوة 2 زائد F2 قوة 2، تمام. فإذا بهيدي الحالة نحن بنكون عم نطلع أو عم نحسب مقدار، تمام، مقدار القوة المحصلة لقوتين متعامدتين متقاطعتين متعامدتين. طيب بس أذكركم بشغلي بالنسبة للقوة، القوة لازم يكون عندها أربع القوة بده يكون في عندها أربع خصائص نحكي عنها: نقطة التأثير، المسار، الاتجاه، والمقدار. فإذا نحن هون المقدار حسبناه بهذه الطريقة. إذا بنحدد خصائص هذه القوة بدك تحكي عن نقطة التأثير، بعدين بدك تحكي عن المسار المائل وتحدد الزاوية، بعدين بدك تقول الاتجاه تبعه لليمين إلى الأعلى، وبعدين بدك تحسب المقدار بهذه الطريقة.